أني أدعو مجددا جناب الشيخ خميس الخنجر. هسه انتخابات، ما قدروا ذول السياسيين الفاشلين اللي كانوا يقولوا ليش جاينا الخنجر معدنا انتخابات، لكن فشلوا أن يوفوا الناس. فأني أشيمة أبو سرمد كقائد وطني وكزعيم لأهل السنة والجماعة أني يوقف لها السامرة. سامرة محتاجة وقفتك أبو سرمد، بل كل صلاح الدين محتاجة وقفتك، وبدءا بمحاسبة المقصرين ورئاسة تحالف أو رئاسة كتلة تحالف سيادة في البرلمان، الشيخ شعلان الكريم والنائب خالد الدراجي. يا جناب الشيخ خميس الخنجر، مطلوب الآن أن يكون لهم دور في جلسة علنية. أشيمك أبو سرمد أن توقف لأهلك وناسك، لأن ذولا أهلك وذولا ناسك، وهاي معاناتهم. إذا منعوك السياسيين قبل سنة لأن قالوا جاينا، والله ليش جاينا، لا والله الآن هم فشلوا، وأنت أبو سرمد أبو الوقفات، أوقف لهم لأهلك، لأن من المعيب هذا وضعها هاي المدينة، وهذا مركز مدينة سامرة. حرام حرام علينا، حرام حيل حرام. إذا نقبل دولة يبقون جماعة الفاسدين والمقصرين اللي باقوا التربية وملتهم بكروشو مثنى سامراء وغيره، وعنهم ما وكلام اللي يوصلهم ويتعداهم. إذا غيري ما يحكي نحكي بالقانون.